السلام عليكم ورحمه الله، كي دايرين؟ بخير، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد من بيم، جابوا عروض زوينه اليوم الجمعه 3 نوفمبر 2023، وغادي نبدا معكم بسم الله على بركه الله. واول حاجه صورتها معكم هما هاد التريكويات كما كتشوفوا. بالنسبه لهادو كيجيو فيهم من 5 سنين حتى ل 12 عام، فيهم بزاف ديال الالوان، فيهم ديال الاولاد وديال البنات كما كتشوفوا. بالنسبه للثمن ديالهم جايبينهم 70 درهم. هانتوما الالوان اللي فيهم، فيهم هاد اللون بحال الكاشيري، فيهم الموف، فيهم الغوز، مهم فيهم الوان اللي زوينه، فيهم الغوز هكذا مغلوق، وكاين حتى ديال الاولاد. بالنسبه للثمن ديالهم كما قلت لكم 70 درهم، وفيهم حتى البلوماغين ديال الاولاد. جابوا هاد الناموسيه ديال الوليدات الصغارين كما كتشوفوا، القياس ديالها 1.20 متر على 60 سنتيم. عندها الصراحه بزاف ديال الامتيازات، كتجي هكذا يعني صغيره بالنسبه للدراري هكذا اللي كيكونوا يلاه تزادوا. فيها ضمانه ديال 5 سنين، وبالنسبه للثمن باش جايبينها هو 200 درهم. بالنسبه لهاد الناموسيه داو منها الناس بزاف، كانت بقات تقريبا غير وحده. وكتذكر ان هاد بيم هذا جا في مدينه طنجه، بيم ديال ياسمينه اللي كاين في شارع ولي العهد. بالنسبه لهاد العروض هذه راها وطنيه، غتلقاوها في جميع متاجر ديال بيم. وكنتمنى ان شاء الله ما تنساوش الفيديو من اللايكات ديالكم، واللي ما مشتركش مرحبا به والف مرحبا. وبالنسبه لهاد الماطله كما قلت لكم يعني داو منها الناس بكميه كبيره، يعني كانت بقات تقريبا غير وحده. جابوا كذلك هاد التلفازه كما كتشوفوا سمارت، فيها جوج قياسات، فيها القياس ديال 43 بوس، وكاين القياس ديال 50 بوس. لا مارك اللي دائما كيجيبو في بيم لايف ماكس. بالنسبه للثمن ديال 43 بوس كتبقى ب 2500 درهم، وديال 50 بوس جايبينها ب 3200 درهم. كاين كذلك هاد المنضوله اللي صراحه الثمن ديالهم كيبقى زوين. بالنسبه لهادو كانوا جابوهم في واحد العروض ديال الجمعه اللي فاتت، الثمن ديالهم كيبقى زوين صراحه وعمليين. بالنسبه للالوان اللي فيهم هما هادو، فيهم جوج ديال الالوان، والثمن باش جايبينهم هما 30 درهم. جابوا كذلك هاد اللعبه كما كتشوفوا بحال ارجوحه، صراحه زوينه وكبيره كما كتشوفوا. بالنسبه لهذه تصلح هكذا للوليدات من 3 سنين حتى ل 5 سنين تقريبا، اولا من عامين حتى ل 5 سنين. الثمن باش جايبينها هو 150 درهم، ويقدروا هكذا يلعبوا فيها 3 ديال الوليدات، يعني الحجم ديالها راه كبير غير ما باينش هكذا في الصوره. جابوا فيها لون واحد، هذا اللون الاخضر، كتجي على شكل تمساح. جابوا كذلك هذا المكتب كما كتشوفوا، حتى هذا داو منه الناس كما كتشوفوا. بالنسبه لهذا المكتب غادي نخلي لكم الصوره ديالو والقياسات. هذا الثمن ديالو جايبينه ب 550 درهم، وحتى هو كما قلت لكم يعني داو منه الناس. كنتمنى ان شاء الله اللي مجرب اي ارتيكل من هادشي اللي صورت معكم يخليها لنا في التعليقات. غادي نخلي لكم القياسات في الجنب. وبالنسبه للقياسات ديالو هما هادو، كيجي فيه 90 سنتيم على 74 على 52 كما كتشوفوا. حتى هذا الصراحه كما قلت لكم يعني داو منه الناس، يعني بالنسبه للمونتاج كتمونطيو حتى للدار، عليها ما كانش مفتوح. بالنسبه للتلفازه ديال 50 بوسيه هذه صراحه كبيره، والثمن ديالها كيبقى زوين. كان الثمن ديالها في الاصل كانوا كيجيبوها ب 4000 درهم، يعني دابا راه ناقصين فيها. ولقيت كذلك هاد القطاره ديال القهوه كما كتشوفوا. بالنسبه لهذه راه كتخدم يعني بالضو، كانت بقات عندهم غير وحده هذه من العروض اللي دازت يعني ديال الجمعه اللي قبل هذه. بالنسبه لهذا العبار كتهز 6 ديال الكيسان، وبالنسبه للثمن باش جايبينها هو 220 درهم. بالنسبه لهاد الديكورات كما كتشوفوا كيجيو هكذا مرايات 3، حتى هما راه فيهم واحد التخفيض، كيديروا لهم هكذا تخفيض يعني كل مره، وشحال كتلقاوهم يعني كل مره والثمن. فيهم ها نتوما شوفوا الشكلات اللي فيهم، كيجيو هكذا في الارجونتي. وبالنسبه لهادو راه كيلصقوا يا اما بالكولا، حيت بزاف ديال البنات كانوا كيسولوني كيقولوا لي باش كيلصقوا، يا اما بالكولا يا اما كيكونوا واحد الفيسات كتاخذوهم هكذا من الدروغري وكتلصقوهم بهم. كاين هاد النشار كما كتشوفوا. بالنسبه لهاد النشار هذا كان بقى فيه غير واحد، هذا حتى هو من بين العروض اللي دازوا ديال الجمعه اللي فاتت، بالنسبه للثمن ديالو 200 درهم. جابوا كذلك هاد الالعاب كما كتشوفوا، هاد الالعاب صراحه زوينين بزاف بالنسبه هكذا للذكاء ديال الاطفال، يعني نحاولوا هكذا مثلا نبعدوا عليهم التليفونات بزاف. كما كتشوفوا فيهم 512 ديال لي بياس، كيجيو هكذا فيهم الالوان باش كيرسموا هكذا داكشي اللي بغاو كما كتشوفوا في الصوره. بالنسبه للثمن ديال هاد اللعبه هو 100 درهم. كاينه هاد اللعبه هذه كما كتشوفوا كيسميوها اللعبه ديال البطريق، بالنسبه لهذه جايبينها ب 60 درهم. وكاينه هاد اللعبه هذه ديال الارقام كما كتشوفوا، فبالنسبه لهذه جايبينها ب 30 درهم.
وهنا غندوز معاكم التخفيضات اللي دايرين. صراحة دايرين بزاف ديال التخفيضات في المواد الغذائية، في هكذا في المواد ديال التنظيف. كاين هاد البابي تواليت اكرمكم الله، فيه 12 ديال لي رولو، بالنسبة للثمن ديالو كان كيدير 23 درهم، دابا رجعوه ب 20 درهم. كاين تخفيض في الزيت، الزيت كامل اللي كاين في بين كله فيه تخفيض، هذا ديال 5 اترو ديال الراوية، هذا راه كان 110 دراهم في الاصل، بقاو كينقصوا فيه. هانتوما غتشوفوا الثمن ديالو حاليا، بالنسبه للثمن ديالو دابا رجعوه ب 95 درهم، يعني صراحه راه غادي وكينقصوا في الزيت. وكاين هاد الكوش ديال دلع كما كتشوفوا، حتى هو كان في العروض ديال يوم الثلاثاء. بالنسبه لهذا فيه بزاف ديال الطايات كما كتشوفوا، فيه 3 4 5، كل يعني كل رقم وشحال جايبين فيه من حبه. بالنسبه لهذا ديال رقم 3 فيه 18 حبه، الثمن ديالو 25 درهم. بالنسبه لهاد الزيت ديال ويلور حتى هو نقصوا فيه، بقاو كينقصوا فيه حتى هو، يعني راه كان تقريبا بشي 126 درهم، يعني راه غادي كينقصوا فيه، دابا وصلوه ل 111 درهم. كاين تخفيض في هاد الزيت ديال لوسيور، حتى هو نقصوا فيه بزاف صراحه، يعني حتى هو الثمن ديالو صراحه كيبقى زوين، يعني راه الحمد لله غادي وكينقصوا في الزيت. بالنسبه للثمن ديال هذا كان 106 درهم رجعوه ب 100 درهم. ها انتم الثمن ديالو. كاين تخفيض في هذا الرز اللي كيجي هكذا صفر، هذا الرز ديال السخاوه، بالنسبه لهذا راه فيه 400 غرام، الثمن ديالو كان ب 8 دراهم و50، رجعوه ب 7 دراهم فاصله 50. كاين تخفيض كبير في هاد المشروبات الغازيه، هاد شويب ستونيك، بالنسبه لهذه الثمن ديالها كان 12 دراهم فاصله 40، رجعوها ب 7 دراهم فاصله 50. وكاين تخفيض كذلك في سبرايت، حتى هي نقصوا فيها، يعني نقصوا فيها بزاف، وبالنسبه للثمن ديالها كان 8 دراهم فاصله 50، دابا رجعوها ب 5 دراهم. كاين تخفيض كذلك في اوني، هاد اوني ديال الماكينه الاوتوماتيكيه، هذا راه فيه 750 غرام، وبالنسبه للثمن ديالو رجعوه ب 18 درهم، كان ب 20 درهم. كاين تخفيض في هاد التيد ديال اليد كما كتشوفوا، لا مارك ديال بيروس، بالنسبه لهذا راه فيه كيلو، وبالنسبه للثمن باش جايبينو ها هو غنخليه لكم في الشاشه، الثمن ديالو 13 درهم، كان كيدير 14 درهم، يعني نقصوا فيه توا واحد درهم. المهم كما قلت لكم دائما، يعني غير درهم جوج دراهم 3 دراهم راه ملي كتمشيو تقداو كتنقص عليكم، يعني ملي كنجيو نجمعو كنلقاو يعني واحد 50 درهم اولا 100 درهم ناقصه. بالنسبه لهاد بيرماتيك حتى هو راه باقي في التخفيض، 80 درهم، فيه 6 كيلوغرام. كاين تخفيض في هاد السائل ديال اليدين، كاين ديال الخزامه وكاين ديال التفاح، بالنسبه لهذا راه فيه 750 مليلتر، الثمن ديالو 16 درهم. وهنا غنكون وصلت معكم النهايه ديال لا فيديو، كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم. خليتكم على خير، في امان الله، الى فيديو قادم ان شاء الله.